امس كنا في ضيافه الامير الوليد بن طلال، اليوم راح نعرض للمشاهدين ايش اللي كان موجود في هالزياره اللي بالتاكيد كانت مبهجه لنا، يعني كانت زياره خاصه ومناسبه خاصه، وتبادلنا مع كثير من الاحاديث. ما كانت فقط زياره بروتوكوليه، مع انه رجل يعني يحب السيستم، بس انه يعني في نواحي معينه في اللقاء كان في جلسة ودية وتكلمنا فيها بأريحية في كثير من المواضيع. طبعا المكان والترتيبات عنده يعني دائما على أعلى مستوى، على أعلى مستوى A بلس، يعني هو يحب هذا الوصف في كل أموره الحياتية والمهنية، يعني حتى الأشياء اللي ما لهاش علاقة بالشغل يحبها كذا دائما A بلس، هو كذا يحب هذه الطريقة في الحياة وفي التعامل وحتى في نتائج العمل. فحنشوف الآن تقرير كذا بسيط عن الزيارة اللي كانت مخصصة لبرنامج كورة. في ليلة من ليالي الرياض الباردة ازداد دفئها بسمو اللقاء والأنس، حيث استقبل الأمير الوليد بن طلال الأستاذ تركي العجمة وضيوف برنامج كورة بحضور الدكتور وليد عرب هاشم نائب رئيس مجلس إدارة روتانا والرئيس التنفيذي للبرودكاست، والأستاذ عبد الله الشبانة الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية. هلت الرياض بجموع حضروا في ليلة البدائع بضيافة الأمير الوليد بن طلال، وبعد الاستقبال رحب الأمير بضيوفه على مأدبة العشاء الذي تلاها اجتماع يهدف إلى مناقشة الرياضة السعودية وسبل تطويرها كي تستديم منجزاً ورفعة، لا سيما بأنها من ضمن اهتمامات الدولة والتي تشكل مساراً هاماً في رؤية المملكة 2030. كما تطرق الأمير الوليد بن طلال إلى سبل تطوير الأندية السعودية كافة، وهو الأمر الذي لطالما مثل جانباً مهماً لديه وداعما لجميع الأندية. كما شكر وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حرصه الدائم على التفاني في العمل لمصلحة رياضة الوطن. واستمع الأمير إلى وجهات النظر المختلفة من الأستاذ تركي العجمة وبقية ضيوف برنامج كورة. وبعد نهاية الاجتماع أبدى الأمير الوليد بن طلال سعادته للنتائج المثمرة، حيث أن برنامج كورة يهدف لنهضة الرياضة السعودية بكافة أطيافها سعياً للارتقاء بديدن هو روتانا تزهى بشبابها. وفي نهاية الاجتماع تم أخذ الصور التذكارية مع الأمير الوليد بن طلال لتخليد هذه الليلة كأحدى ليالي الرياض البديعة.